فلدي مبلغ من المال وأنا عمري 18 سنة الآن، فهل علي زكاة؟ ومع علم مع أن والدتي تقول ليس عليك زكاة ولا تريد أن تخرج للزكاة. يقول أنا عندي مبلغ وأنا عمري 18 سنة، تقول أمي ما عليك زكاة. الزكاة على الكبير وعلى الصغير يا أخي، الزكاة حق في المال يجب على الصغير وعلى الكبير، الكبير يخرجها هو وأما الصغير فيخرجها عنه وليه، لا بد منها إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. نعم.